تنخرط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم سلا في دعم التعليم الأولي بالمناطق القروية، حيث يشكل هذا الهدف محورا أساسيا في البرنامج الرابع من المرحلة الثالثة للمبادرة التي أعطيت انطلاقتها سنة 2019. ويلعب التعليم الأولي دورا حاسما في النمو المعرفي والاجتماعي لدى الأطفال، إذ يمكنهم من مواصلة مسارهم الدراسي في أحسن الظروف. قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة سلا ببناء 7 وحدات للتعليم الأولي، اللي هي الآن اللي هي تشتغل حاليا، وكذلك برنامج عمل 2020 اللي هي برمجت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة سلا 15 وحدة التعليم الأولي، وهي كذلك كتشتغل في هذا الوقت بالضبط. وهناك ايضا برنامج 2021 اللي هو في طور التسليم، اللي هي العدد ديالها 17. وفي إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة إقليم سلا، تقوم مؤسسة زاغورا للتربية بجهة الرباط سلا القنيطرة في تسيير وتدبير 15 وحدة للتعليم الأولي توجد بالجامعات الترابية لإقليم سلا تحت إشراف مربيات تلقين تكوينا ذا جودة في إطار منهجي للتربية والتكوين. كنشتغلوا بالحقيبه بيداغوجيه معتمده من طرف وزاره التربيه الوطنيه ومصادق عليها طبعا من طرف وزاره التربيه الوطنيه، واللي كنشتغلوا بالاساس على كفايات، مجموعه من الكفايات اللي كتهم الاطفال باش اننا نخليوهم كنساعدوهم يدخلوا المدرسه عموميه ان شاء الله. وقامت المبادرة سنة 2019 ببناء 7 وحدات للتعليم الأولي، وفي سنة 2020 أنجزت 15 وحدة، وهناك 17 وحدة في طور التسليم برسم سنة 2021. كما تمت برسم السنة الجارية برمجة 8 وحدات للتعليم الأولي بالجامعات القروية لعمالة سلا.